أهلا بكم في موديول Foundation of Basic and Behavioral Science. النهاردة أول محاضرة في الكربوهيدرات بعنوان مونو ساكرايدز. دكتور معاكم الدكتور سعيد عرابي، أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجية الجزيئية. By the end of this lecture, learning outcomes. By the end of this lecture, the student will be able to identify the functional, significant, structural, and the properties of carbohydrate, correlate the different types of carbohydrate to their functions. Learning objectives. By the end of this lecture, the student will be able to define carbohydrate, classify carbohydrate, identify the major functions of carbohydrate, define and classify monosaccharides, describe the structure of monosaccharides, describe biological significant hexoses, describe isomerism of monosaccharides, and identify the physical and the chemical properties of monosaccharides. أول حاجة هنبتديها define carbohydrates. يعني إيه carbohydrate؟ definition: carbohydrate بتتكون من مقطعين اللي هي زي ما احنا شايفين كده carbo وhydrate. carbo وhydrate. carbo means carbon وhydrates mean H2O أو water. يبقى نتوقع إن هي compounds composed of water and carbon or carbon, hydrogen and oxygen. تعريف الـ definition بتاع carbohydrate is a polyhydroxyaldehyde. polyhydroxy يعني عديد الـ OH، عديد الـ OH، في أكثر من واحدة OH. polyhydroxyaldehyde يعني مركب في أكثر من OH مع aldehyde CHO، or polyhydroxy keto في أكثر من OH ومعاه كيتون CO، or any compound derived from them. يعني أي مركب طالع من polyhydroxy aldehydes أو polyhydroxy ketones برضه هنعتبره كربوهيدرات. ده تعريف الكربوهيدرات. الكربوهيدرات produced by photosynthesis. الغابة اللي قصادنا دهيت بتقول لنا إن النباتات في كل عام مئات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون CO2 يتحول إلى كربوهيدرات بواسطة عملية اسمها photosynthesis. photosynthesis يبقى مئات الأطنان من الكربوهيدرات بتتكون في النباتات من عملية التمثيل الضوئي اللي احنا بنسميها photosynthesis، ثاني أكسيد الكربون مع ال بيخش في عملية التمثيل الضوئي. تاني حاجة في الـ learning objectives classification of carbohydrate. carbohydrate بتتقسم ازاي؟ الكربوهيدرات بتتقسم يا إما إلى monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. يعني إيه الكلام ده؟ المونوساكرايدز اللي هي أول واحدة ده اللي قصادنا دهيت عبارة عن one sugar ions، carbohydrate formed of one sugar ions. تاني واحدة disaccharides عبارة عن carbohydrates formed of two sugar units. تالت واحدة اللي هي oligosaccharides اللي هي carbohydrates formed from three to nine sugar units. آخر واحدة اللي هي poly يعني عديد polysaccharides بتتكون carbohydrates formed of more than 10 sugar units. حتى ديت اللي هي 10 sugar units ديت بنقسمها إلى sugar units دي لو تشبه بعض ولا مختلف عن بعض. لو تشبه بعض بسميها homo polysaccharide، لو مختلف عن بعض بسميها hetero polysaccharide. يبقى البوليسكرايد بنقسمها إلى وحدات من المونوسكرايد تشبه بعض بالظبط، شبكة ببعض، دي بسميها homo يعني زي بعض تشبه بعض، homo polysaccharides. هيتيرو يعني مختلف different. هيتيرو polysaccharides
زي ما قابلنا في حاجة اسمها جاجز أو جلوكوزامين جلايكان. الهوموبوليسكارز زي إيه؟ زي الستارش والجلايكو. يبقى دي كلاسيفيكيشن أوف كربوهيدرات، يا إما من وحدة واحدة بسميها مونوساكرايدز، يا إما من وحدتين بسميها دايساكرايدز، يا إما من 3-9 يونس بسميها أوليجو. أوليجو يعني قليل، أوليجو يعني قليل، أوليجو ساكرايدز، وساكرايد يعني سكريات، أوليجو ساكرايدز و more than 10 بوليساكرايد. ال 10 دول أو more than 10 دول يشبهوا بعض يبقى هومو بوليساكرايد زي الستارش والجلاش. مختلفين different يبقى هيتيرو بوليساكرايد زي الجاجز اللي هنتكلم عليها المحاضرة الجاية إن شاء الله. تالت حاجة في الـ Learning Objectives Identify the Major Functions of Carbohydrate. إيه هي الـ Functions بتاعت الكربوهيدرات؟ الـ Functions بتاعت الكربوهيدرات متلخصة في الجدول ده، إن أكثر من More than 60% of our diet، الأكل بتاعنا 60% منه، أكثر من 60% بتاعته عبارة عن كربوهيدرات، اللي هي الرايس والمكروني والبريد، العيش والرز والمكرونه، كل ده هي عباره عن كربوهيدرات. كربوهيدرات ميجر سورس اوف انرجي، مصدر للطاقه مهم جدا للجسم بتاعنا. الكربوهيدرات الجلوكوز هو مصدر الطاقه الوحيد اللي موجود فري في البودي. اللاكتوز اند سكروز ار امبورتنت دايتري دايساكرايد، هتقابل اللاكتوز ده دايساكرايد والسكروز دايساكرايد، ده من المواد اللي احنا هتقابلنا زي ما هنشرح بعد كده. جلايكوجين ستارش اند سيلولوز دول هومو بوليساكرايدز مهمين جدا، التلاتة مهمين جدا في سواء الجلايكوجين او ستارش اند سيلولوز، هنشرحهم في مكان. الكربوهيدرات ممكن يبقوا لينكد مع يا اما بروتين مع او ليبس، لو لينكد مع البروتين هسميه جلايكو بروتين، لو لينكد مع الليبس هسميها جلايكو ليبس. وجلايكو بروتين وجلايكو ليبس في الجسم لهم فانكشنز في سواء في السيل ميمبرين او في الجسم عموما. اخر حاجه الفايبرز، الفايبرز الالياف، الفايبر ار درايف موستلي فروم سيلولوز، وهنتكلم عليها برضه بالتفصيل ان شاء الله. يبقى دي الفانكشنز بتاعت الكربوهيدرات، مور ذان 60% في الدايت، ميجر سورس اوف انرجي، الجلوكوز از بريزنت فري ان ذا بودي، لاكتوز اند سكروز disaccharides, glycogen starch and cellulose homopolysaccharides, carbohydrate linked by protein and lipids, glycoprotein and glycolipids, fibers are derived mostly from cellulose and have very important function. بعد كده هنخش بقى، كنا بنتكلم عن الكربوهيدرات in general، هنخش نخصص المونوساكرايد. ايه يعني ايه مونوساكرايد وايه classification بتاعت المونوساكرايد؟ المونوساكرايد دي sugars which cannot be further hydrolyzed، دي أصغر وحدة في الكربوهيدرات، ما نقدرش تكسر. لو كسرنا الدايساكرايز، الداي يعني اتنين، هيدينا اتنين مونوساكرايز. لو كسرنا البوليساكرايز هتدينا داي أو مونو، إنما لو كسرنا المونوساكرايز مش هتدينا حاجة. يبقى أصغر وحدة في الكربوهيدرات هي المونوساكرايز. They contain one sugar unit والbuilding blocks of all carbohydrates. الطوب اللي احنا بنبني سواء الدايساكرايز او كل البوليساكرايز عباره عن مونوساكرايز. Classification of monosaccharides بنقسمها بطريقتين، يا اما على حسب عدد number of carbons، number of carbons اللي انا بشاور عليها ده هي كده اهو، number of carbons دي نمره واحد، هل تحتوي على 3 carbon atoms 4 carbon atoms 5 6 7 8 9. يبقى لو هي 3 carbon atoms 3 يعني تراي، وكلمة اوز لما الاقي اي كلمة فيها اوز يعني شجر، يبقى تراي اوز الشجر الذي يحتوي على 3 carbon، تراي اوز زي ايه؟ زي الجلسكالدايد والداي هيدروكسي اسيتون. تتروز 4، تترا يعني 4، اوز يعني شجر، يبقى شجرز containing 4 carbon atoms زي الاريتروز. بنتوزس، بنتا يعني 5، بنتوزس اللي هي شوجرز كونتينينج 5 كربون، ريبوز، ريبيلوز، زيليلوز، زيليلوز، زيلوز، زيليلوز، اند اوكسي ريبو. هيكسوز، هيكسا 6، هيكسوزس 6 كربون، جلوكوز، مانوز، جالاكتوز، فيكوز، فركتوز.
هيبتوزيس هيبتا 7 هيبتوزيس زي السيد وهيبتيلوز اوكتوز اكتوز اللي هو 8 كربون وما فيش شجر عندنا في 8 كربون نان نوز اللي هو 9 كربون وفي حاجه عندي اسمها نيورامينيك او سياليك اسيد نيورامينيك او سياليك اسيد يبقى دي كلاسيفيكيشن بتاع المونوسكرايد على حسب نمبر اوف كربون اتوم انما ممكن في كلاسيفيكيشن تاني على حسب هل المونوسكرايد ده بيحتوي على الدهايد جروب ولا كيتون جروب لو بيحتوي على الدهايد جروب هيبقى اسمه الدوزس لو بيحتوي على كيتون جروب هيبقى اسمه كيتوز يبقى اذا انا ممكن هنا اهو ادي كيتوزس وادي الدوزس لو 3 كاربونز الدوزس جليسرايد جليسرايد از ترايو الدوز تراي الدوز الداي هيدروكسيستون از تراي كيتوز التتروزس زي الاريثروز او الاريثريلوز نلاحظ اوكي البنتوزس زي الريبوز دي اوكسيريبوز اند زيلوز انما كيتوز عباره عن ريبولوز وزيلوز الهكسوزس جلوكوز مانوز اند جلاكتوز دول ارضو هكسوزس انما كيتو هكسوزس زي الفركتوز نلاحظ هنا يا جماعه ان اي كلمه تنتهي فيها يو ال شايفين اليو ال ده ده اليو ال ده اليو ال ده اليو ال ده دي معناها ان الشوجر ده كيتو شوجر كيتو شوجر يبقى الرايبوز لما اقول رايبوز لا ده الدو شوجر انما رايبيولوز زايليولوز ريثريلوز ما دام بقول يولوز يبقى كيتو شوجر يبقى اوز يعني شوجر انما لو انتهي بكلمه يولوز يعني كيتو شوجر طبعا الفروكتوز از كيتو شوجر بس ما اسموش فروكتيولوز اسمه فروكتوز يعني بعض الحاجات ما فيهاش كلمه يولوز وارجو كيتو شوجر يبقى دي التقسيمه الثانيه او كلاسيفيكيشن اوف مونوسكرايد اكوردنج تو ذا بريزنس اوف الدهايد او كيتون جروب الدهايد او كيتون جروب الالدوزس اند كيتوزس قلنا الشوجرز فيها الدهايد جروب هسميها الدوزس واللي فيها كيتون جروب هسميها كيتوزس كلمة قلنا قبل كده تراي ده الترايوزس تراي ده اللي هو البريفكس اللي هو مقدم الكلمة ده يعني تري والسافكس اوز يعني الشوجر نلاحظ ان الشوجر احيانا الجلوكوز بنسميه اللي هو ديكستروز عشان في الدايبو وال الفركتوز هنقول لكم دلوقتي اسمه ايه يبقى انا هنا اهوت الملحوظه اللي انا قلتها لكم اللي هي اي حاجه فيها هي يو ال يبقى كيتو شوجر زي ريبولوز سيرو فيلوز اند سو اون دايما لما يبقى في كيتو شوجر يبقى الكيتون جروب في سكند كاربون سكند كاربون الدهايد جروب يبقى فيرست كاربون دي قاعده ما ننساهاش فيرست كاربون الدهايد جروب سكند كاربون كيتون جروب بعد كده هناخد ستراكشر اوف مونوساكرايد ستراكشر اوف مونوساكرايد الستراكشر بتاع المونوساكرايد قلنا ان المونوساكرايد ار سيمبلس كاربوهيدرات والجلسكاردايد اند داي هيدروكسيستون دول اصغر مونوسكرايز يعني مونوسكرايز ما تقدرش تكسر الى فيردر سيمبلست فورم واصغر او السيمبلر فورم او سيمبلست فورم بتاع المونوسكرايز هي الجلسكاردايد اند داي هيدروكسيستون هما دول ادي الجلسكاردايد اهو بيتكون من احنا قلنا تعريف كربوهيدرات ايه بولي هيدروكسي الدهايد او بولي هيدروكسي كيت اهو بولي هيدروكسي منين بقى؟ ادي او اتش اي ادي هيدروكس وادي او اتش اي ادي هيدروكس وادي كيتون جروب اهي خلاص بقت عندي بولي هيدروكسي الدايد ده جلسكاردايد هنا ادي او اتش اي وادي او اتش اي وكيتون جروب يبقى ده بولي هيدروكسي كيتو اللي هو داي هيدروكسي اسيتون يبقى جلسكاردايد وداي هيدروكسي اسيتون هما دول اصغر وحدتين ونلاحظ هنا ان الدايت جروب دايما هي اللي هي فيرست كاربون الكيتون جروب في اي كيتو شوجر او بسميه كيتوز يبقى ده بسميه الدوز ولا كيتوز
اي كيتوز يبقى الكيتو جروب ده دايما تاني او سكند كارب. ده نفس الحكايه برضه قلت لكم ان في تو هيدروجين جروب. هنخش في حاجه اسمها رينج ستراكشر. احنا في مجال الستراكشر رينج ستراكشر اوف مونوسكرايز بنقول الاوبن تشين لان ده هيقابلنا كتير بعد كده. الاوبن تشين بتاع المونوسكرايز ديت ما بتفسرش بروبرتيز كتيره بتاعت مونوسكرايز، ولقوا ان المونوسكرايز موجوده في رينج ستراكشر، وهي بتيجي رينج ستراكشر دهيت من تفاعل واحده من الاو اتش اللي هي في كربون نمبر 1 مع كربون نمبر 1 واحده من الاو اتش مع او اتش من كربون رقم 4 او 5 بالنسبه للالدوزس او 5 او 6 بالنسبه للايكيتوز. يبقى المونوسكرايز flexible and the flexibility bring aldehyde or ketone group in close proximity to other hydroxyl group. بيحصل تفاعل مع OH من نمرة واحد أو اثنين مع أربعة أو خمسة ده بالنسبة للأضهايد أو خمسة أو ستة بالنسبة لإكيت. يبقى الأضهايد جروب أو ketone group بيتفاعلوا مع واحدة من أربعة أو خمسة أو ستة. هنا هو الرسمة دي بيبين لنا أدي الأضهايد جروب هي الأولانية ممكن تتفاعل ده بالنسبة للجلوكوز. تتفاعل يا إما مع نمرة أربعة دي أربعة أو تتفاعل مع نمرة خمسة عشان يديني، لو تفاعلت مع أربعة يديني المركب ده اللي أنا بسميه الجلوكو فيورانوز، وهقول لكم ليه بنسميه جلوكو فيورانوز. أو مع واحد مع خمسة هيديني حاجة اسمها جلوكو بيرانوز، جلوكو بيرانوز. طيب الفركتوز اتنين بقى اللي هو الكيتو جروب يعني الضهير جروب يتفاعل مع أربعة أو خمسة. الكيتون جروب هيتفاعل مع ايه؟ يا اما مع خمسة او ستة، يبقى اتنين مع خمسة او اتنين مع ستة. لو اتنين مع خمسة هيديني حاجة اسمها دي فوكتو فيرانوز، دي فوكتو فيرانوز. طب اتنين مع ستة هيديني ايه؟ هيديني دي فوكتو بيرانوز. طيب ليه بسمي بيرانوز وفيرانوز؟ هنعرف دلوقتي. الرابطه اللي هي ما بين اربعه واحد واربعه دي بتشبه مركب اسمه فيوران، عشان كده بنسمي الشجر اللي ناتج من كده الشجر اللي يشبه فيوران عشان كده بنسميه فيورانوز. الرابطه اللي هي ما بين كربون واحد وخمسه ده بيشبه مركب اسمه بيران، عشان كده بنسمي الرابطه ما بين واحد وخمسه اسمها بيرانوز. يعني لو الشجر مثلا جلوكوز بيبقى في رينج ستراكشر كربون نمبر 1 مع كربون نمبر 5 خلاص، يبقى ده يشبه البيران عشان كده بنسميه جلوكو بيرانوز. جلوكو جلوكو نسبه للجلوكوز، بيرانوز نسبه للبيران 1 ل5. اذا كان 1 ل4 بسميه جلوكو فيورانوز. طيب ايه هي البيولوجيكالي سيجنيفيكانت هيكسوزس؟ ايه هي البيولوجيكالي ايه هي الهيكسوزس اللي لها اهميه؟ أول حاجة إيه هما؟ هما جلوكوز، جلاكتوز، مانوز، فركتوز. الجلوكوز إيه أهمية الجلوكوز؟ الجلوكوز أول حاجة هو أكتر أو موست بريدومينانت شوجر إن هيومن بودي، أكبر كمية شوجر في البودي هو جلوكوز. المين سورس أوف إنرجي مهمة جدا دي، أهم مصدر من مصادر الطاقة. مصادر الطاقة هل هي جلوكوز بس؟ ليه مصادر طاقة هنتكلم عليها بعد كده. انما من اهم المصادر الطاقه دي جسم الانسان او الماميز عموما هو الجلوكوز. الجلوكوز از ديكستو روتاتري، وهقول لكم يعني ايه ديكستو روتاتري لما كمان شويه لما نوصل لحته الديكستو روتاتري، عشان كده بيسموه ديكستروز. يبقى انا بلاقي ان احيانا بلاقي مركبات مكتوب عليها ديكستروز، الديكستروز ديت هو جلوكوز بالظبط. ليه؟ لان هو ديكستو روتاتري. بنقول ان هو universal fuel of the fetus، الجنين في بطن امه الغذاء الاساسي او مصدر الطاقه الاساسي هو الجلوكوز بالنسبه للجنين. ده الحاجات. يبقى اول حاجه من اكبر المصادر predominant sugar source of energy اسمه ديكستروز، لان ديكستروتاتري هقول لكم بعد شويه يعني ايه ديكستروتاتري. universal fuel of the fetus.
ايه هي الاورجنز اللي بتعتمد على الجلوكوز؟ يعني احنا بنقول مصادر طاقه كتيره زي الجلوكوز، زي الفاتي اسيدز، زي حاجه اسمها كيتون بودز. هنقول الكلام ده ان شاء الله لما ناخد الميتابوليزم، انما مؤقتا بنقول ايه هي الاورجنز بتعتمد اعتماد اساسي على الجلوكوز. بنقول البرين، الرينال مضله، الكورنيا اللي هي القرنيه، الريتينا اللي هي الشبكيه بتاعت العين، التس الخصيه، والار بي سيز اللي هي كرات الدم الحمراء. طيب بنقول ان مصدر الطاقه الوحيد للماتيور اريثروسايتس او الماتيور ار بي سيز هو بيجي من الجلوكوز، يعني الار بي سيز ما بتاخدش طاقه الا من الماتيور الا من الجلوكوز. تاني حاجة اللي هي هنتكلم عليها اللي هي الجالاكتوز. الجالاكتوز ده بيخش في تركيب بيبقى واحد من تو، يعني في حاجة اسمها لاكتوز. اللاكتوز ده اللي هو الميلك شوجر، بيتكون من جلوكوز وجالاكتوز، يبقى الجالاكتوز بيخش في تركيب الميلك شوجر. نمرة اتنين، هو بيتكون اللاكتوز ده بيتكون في الماما جلاند، اوكي، عشان يكون او في الماما جلاند بيتاهل مع جلوكوز عشان يكون اللاكتوز. يبقى اذا اللاكتوز اللي بيكون ماما جلاند ده بيكون من جلوكوز وجلوكوز. وبعدين بيخش تركيب جلايكوبروتينز وحاجه اسمها جلوكوزامين جلايكانز وجلوتي جلايكانز اللي هي الكربوهيدرات زي البروتين، او بيخش في حاجه اسمها جاجز او بروتي جلايكانز اللي هنشرحها بعد كده. يبقى دي كلها وظائف الجلاكتوز. بعد كده الشغل، بعد كده المنوز. المنوز بيخش في تركيب الجلايكوبروتينز والميوكوبروتينز. بعد كده الفركتوز، الفركتوز ده مونوساكرايز، ده بيخش في تركيب السكروز. السكروز ده السكر، شايفين السكر ده، السكر اللي احنا بناكله عبارة عن اسمه سكروز. السكروز ده عبارة عن فركتوز زائد جلوكوز. نمرة اتنين، بيخش في تركيب الهاني. الهاني اللي هو العسل الابيض، العسل الابيض، يبقى ده برضه بيخش في الفركتوز. بريزن ان ذا سيمينال فلويد، السائل المنوي، السكر الاساسي بتاعه والسبيرمز، الحيوانات المنويه بتاخد الطاقه بتاعتها من الفركتوز. يبقى اذا دي طبعا الصوره دي بتاعت الحيوانات المنويه ده، هي بنقول المصدر الطاقه بتاعها الاساسي هو الفركتوز. يبقى دي الحاجات اللي هي الفركتوز مهم ليه. بعد كده بنقول ريمبر اول هيكسوز هاف فري فانكشنال جروب، دايما فيها فري فانكشنال جروب. كل المونوساكرايد ما دام مش مرتبطه مع حاجه يبقى فيها فري فانكشنال جروب، الدايد او كيتون جروب. عشان كده بنقول اول مونوساكرايدز ار ريديوسينج شوجر، عوامل مختزله. مختزله مش هي المختزله، هي بتختزل المواد الاخرى. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها ايسومريزم اوف مونو ساكرايز. ايسومريزم اوف مونو ساكرايز يعني ايه؟ ايسومريزم اوف مونو ساكرايز، الايسومريزم اوف ان كربوهيدرات، هنتكلم على بنقول different compounds having same molecular formula are called isomers of one another. تاني، لما يكون عندي اكثر من مركب لهم نفس المولكيولر فورمولا، مثلا جلوكوز وجالاكتوز لهم ذا سيم مولكيولر فورمولا، 6 كربون 6 اكسجين 12 هيدروجين، بس مختلفين في ترتيب الاكسجين والهيدروجين، يبقى ده بنسميهم ايسومرز. يبقى different compounds having same molecular formula are called isomers of one another. كل واحد ايسومر للتاني. ايه هي الاسيمتريك كربون اتوم؟ الاسيمتريك كربون اتوم اللي هي الاتوم اللي قصادي ده، شايفينها؟ الاسيمتريك كربون اتوم هي الاتوم اللي هي four different groups of atom are attached to it. يبقى اذا كربون اتوم to which four different groups are attached is called asymmetric carbon atom or chiral or asymmetric carbon. Chiral or asymmetric كربون اتوم. طيب لما يكون في ماده فيها اسيمتريك كربون اتوم هيحصل ايه؟ في تو بروبرتيز، حاجه اسمها اوبتيكال اكتيفيتي وحاجه اسمها اوبتيكال ايسومريزم. اوبتيكال اكتيفيتي الماده دي تبين حاجه اسمها اوبتيكال اكتيفيتي، نشاط ضوئي،
والحاجة التانية Optical Asymmetry، القدرة على التواجد في أكتر من صورة. النشاط الضوئي والقدرة على التواجد، النشاط الضوئي اللي هو Optical Activity، التواجد في أكتر من صورة اللي هو Optical Isomerism. أول حاجة يعني إيه Optical Activity؟ Optical Activity بدون دخول في تفاصيل، إن أنا لو جبت هنا هوت مصدر للضوء، مصدر لمبة أهي، لمبة أهي، مصدر للضوء، وحطيت قصاده بولرايزنج فلتر، الفلتر اللي هو ده هو بولرايزنج فلتر، ومررت الضوء اللي طالع من اللمبة ده هو من خلال الفلتر ده هو، هنلاقي يتحول الضوء ده إلى حاجة اسمها بلين بولرايز لايت، بلين بولرايز لايت، تمشي في اتجاه واحد. طيب هجيب أنا كونتينر فيه مادة فيها اسيمتريك كربون اتوم، لو فيها مادة فيها اسيمتريك كربون اتوم هلاقي الضوء اللي ماشي في الضوء ده هو اللي ماشي في اتجاه واحد ده هلاقيه انحرف يا إما ناحية اليمين يا إما ناحية الشمال على حسب طبيعة المادة. يبقى إذا الأوبتيكال أكتيفيتي يعني إيه؟ يعني ability of the substance، ability of the any substance، الـ substance الموجودة هنا أهو في الكونتينر ده، ability of the substance to rotate plane polarized light either to the right or to the left. لو المادة اللي هي تعمل إمتى دي الكلام ده؟ لو فيها asymmetric carbon atom، لو ما فيهاش asymmetric carbon atom هلاقي إن الضوء يطلع في على طول في نفس الاتجاه، مش هينحرف لا يمين ولا شمال. طب لو فيها asymmetric carbon atom ينحرف يا إما ناحية اليمين ناحية الشمال. بناء على إيه؟ بناء على طبيعة المادة، طبيعة المادة. نلاقي مثلا جلوكوز بيخلي ديفيشن أو روتيشن ناحية اليمين، عشان كده بسميه ديكستروز. الفركتوز ناحية الشمال، عشان كده بسميه ليفيولوز. يبقى إذا الـ optical activity is the ability of substance to rotate plane polarized light either to the right or to the left. لو هي المادة دي خلت الـ plane polarized light rotate to the right هسميها dextrorotatory or D or plus. If it rotates it to the left so it is called levorotatory or L or minus. ومرة تانية زي ما قلت لكم شوية الجلوكوز ديكستروتاتي عشان كده بيسموه احيانا ديكستروز، والفركتوز ديكستروتاتي عشان كده بيسموه ساعات ليفيولوز. دي الاوبتيكال اكتيفيتي. دي نفس الشرح اللي انا شرحته دلوقتي، نفس الكلام اللي انا قلته بالظبط دلوقتي. الاوبتيكال اكتيفيتي the relation between the number of asymmetric carbon atom and the number of stereo isomerism، يعني الايسومرز بقى قد ايه، بنقول يساوي 2 to the power n، دي 2 to the power n where n is the number of asymmetric carbon atom. يعني لو فيها 2 asymmetric carbon atom يبقى هدينا 2 to the power n، يبقى 2 في 2 ب 4 isomers. لو في 3 asymmetric carbon atom يبقى 2 في 2 في 2 يبقى 8 كربون. لو في 4 كربون اتوم يبقى عدد الايسومرز 2 في 2 في 2 في 2 يبقى 16 ايسومرز. هنا على سبيل المثال زي ما بقول لكم الجلوكوز في 4 asymmetric carbon atom. فين دول ال 4 asymmetric carbon atom؟ ادي واحده اهي، دي اللي بعلم عليها، ادي الثانيه اهي، ادي الثالثه اهي، الرابعة اهي، دي الرابعة، يبقى دول الأربعة. طيب الأول واحدة دي شابك فيها 4 different groups or atoms. طيب تاني واحدة يبقى ممكن فيها OH و H والمجموعة اللي فوق، يبقى أنا بلاقي عندي هنا اهوت 16، ممكن يطلع من الجلوكوز 64 carbon asymmetric carbon atom يطلع لي 16 isom من الجلوكوز. بالنسبة للفركتوز في 3 كربون اتومز فقط اللي هم يا اما طبعا اللي هم النمرة 3 و 4 و 5، دول هم الاسيميتريك كربون اتومز بتاع اليمين، دول 1 2 3 دول هم الاسيميتريك. عشان كده ممكن نمبر اوف ايسومرز عبارة عن 2 في 2 في 2 اللي هم 8. في حاجة اسمها دي اند ال شوجر او دي ال ان ديزاينيشن. ايه هو؟ ان الشوجر بنقول ان الهايست نمبر اسيمتريك سنتر. يعني ايه هايست نمبر اسيمتريك سنتر؟
يعني ببص على الجلوكوز ده اهو اللي هو على سبيل المثال ده اللي قصادي ده، وبشوف الهايست نمبر اسميت كارب اللي هي هتكون هنا نمرة 5. لو الاو اتش ده هي ناحية اليمين هيبقى ده اسمه دي جلوكوز، لو الاو اتش دي ناحية الشمال هسميها الجلوكوز. ومش الاو اتش بس، ده هي دي حاجة بيسموها لو دي مراية في النص، شايفين دي؟ ده لو دي مراية هنا اهو كده يبقى دي بيسموها ميرور ايمج، ميرور ايمج يعني دي عكس دي بالظبط، يبقى دي جلوكوز ودي الجلوكوز، دي الجلوكوز. يبقى اي شوجر ببص على الهايست اسيميتريك كربون هيكون مثلا نمره 5 في الجلوكوز، هيبقى 4 في البنتوز وهكذا، يبقى بشوف اذا كان الاو اتش ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال، ويبقى فيه كله ميرور ايمج. دي ال ال جلسكاردايد، دي ال ال جلسكاردايد لو انا بصيت على جلسكاردايد هلاقي هي فيها اسميت كربون اتوم واحده بس، الاو اتش اللي ماسكه فيها لو ناحيه اليمين هتبقى دي جلسكاردايد، لو ناحيه الشمال اللي هي الايمج ميرور ايمج بتاعتها هتبقى ال جلسكاردايد. الداي هيدروكسي اسيتون مفهوش اي اسميت كربون اتوم، لان انا اول واحده دي شابك فيها 2 اتش يشبهوا بعض، اخر واحده دي شابك فيها 2 اتش يشبهوا بعض، الكربونه هنا فيها دبل بوند برضو، يبقى شرط الاسميت كربون اتوم اللي هو 4 ديفرنت جروبس دي مش لا تنطبق على الداي هيدروكس سيستم، تنطبق على الجلسكاردايد. وانا عندي 2 ايسومرز، واحده الاو اتش ناحيه الشمال بسميها الجلسكاردايد، والثانيه ناحيه اليمين بسميها دي جلسكاردايد. يعني ايه ايبيميريك كاربون اند ايبيمونز؟ لما يكون عندي شوجرز تشبه بعض في عدد الكاربونز زي جلاكتوز جلوكوز اند مانوز، كلهم 6 كاربون، كلهم فيهم 12 هيدروجين، كلهم فيهم 6 اوكسجين، بس ترتيب الاتش والاو اتش مختلفين، يبقى ممكن يطلع منهم ايبيمونز. يبقى الجلاكتوز والجلوكوز والمانوز ايبيمونز، بشرط ايه؟ بشرط ان انا ما بتكلمش على الالدهايد جروب فيهم، لا بتكلم على الاذر اسيمتريك كربون اتوم. عشان كده بلاقي ان الجلوكوز يشبه الجلاكتوز بالظبط، يشبه الجلاكتوز بالظبط فيما عدا كربونه رقم 4، فيما عدا كربونه رقم 4، يبقى الاثنين دول بسميهم ايبيمرز. بلاقي الجلوكوز يشبه المنوز فيما عدا كربونه رقم 2، يبقى المنوز والجلوكوز ار ايبيمرز. طيب المنوز يشبه الجلاكتوز فيما عدا كربونه رقم هنا هوت 4 هنا مختلفه، وهنا هوت 2 مختلفه برضه، يبقى دول ايمر. يبقى اذا الايبيمرز يعني ايه؟ Our isomers result from the change of position of groups around the epimeric carbon. ايه هي الايبيميريك كربون؟ هي الاسيمتريك كربون اتوم فيما عدا الالدهايد جروب، فيما عدا الالدهايد جروب. او بيسموها كربونايل جروب. جلوكوز جلاكتوز اند مانوز ار ايبيمرز، مانوز از ذا سي 2 ايبيمر اند جلاكتوز از سي 4 ايبيمر اوف جلوكوز. طيب يعني ايه انامورك كربون اند انامرز؟ انامورك كربون هو في السايكليك ستراكشر بلاقي ان الالدهايد جروب على سبيل المثال بيبقى متواجد فيه اتش اند او اتش، يبقى اذا الاتش والاو اتش اللي هي شابكه في الكرب الالدهايد جروب او كربون نمبر 1، الالدهايد جروب دي ممكن الاو اتش دي تبقى ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. والله لو ناحيه الشمال هسميها بيتا دي جلوكوز، بيتا دي جلوكوز، لو ناحيه اليمين هسميها الفا دي جلوكوز. يبقى ايه هما تاني الانيمالز؟ انيمال كربون ايه؟ is the asymmetric carbon atom obtained from active carbonyl sugar group. Carbon number 1 in aldoses and carbon number 2 in ketoses. يبقى ادي carbon number 1 ده ايه؟ وcarbon number 1 ده ايه؟ ال OH ناحية اليمين تبقى الفا جلوكوز. ال OH ناحية الشمال بسميها بيتا جلوكوز. طب هنا تحت الفا دي، ليه الفا دي؟ لان الاو اتش المفروض اللي هي شبكه في كربون رقم 5 دي ناحيه اليمين، اوكي؟ عشان كده بسميه الفا دي بلس. يعني ايه بلس؟ يعني ديكسو تاتري. جلوكو بايرانوز يعني ايه؟ يعني 1 5 رينج، 1 يجب بايران 1 5 رينج.
يبقى الفا دي بلس جلوكو بيرنوز. يبقى الانمور كاربون is the asymmetric carbon atom obtained from the active carbonyl sugar اللي هي carbon number 1 in aldoses and carbon number 2 in ketoses. Animals are isomers obtained from the change of position of hydroxyl group around anomeric carbon. يبقى اذا انا عندي هنا اهوت ادي بيتا عشان او اتش ناحيه شمال ودي الفا عشان او اتش ناحيه اليمين. ايه هي الاذر كومن شوجر اللي موجوده دي برضو ان احنا هنتكلم عليها ان في عندي شوجر ثانيه غير الهكسوزيس زي وهنتكلم عليها ودي برضو هتبقى اساينمنت زي الريبوز على سبيل المثال بيخش في الار ان اي دي اوكسي ريبوز بتخش في الدي ان اي او زي الحاجات اللي بتخش عشان تعمل جلايكو كونجكت زي جلايكو بروتين وجلايكو ليبيد. Example of various types of found in human tissues ودي assignments عليكم اكتبوا لي بقى يعني على ايه هي الفانكشنز والستركشر بتاع various types of sugar found in human زي ريبوز ديوكسيريبوز فيكوز جلوكونيك اسيد جلوكونيك اسيد جلوكوزامين جلوكونيك اسيد جلوكونيك اسيد دي اسمها اسيد شوجر جلوكوزامين امينو شوجر جلوكوز 6 فوسفيت اند سوربيت برضه بضيف لها حاجة اللي احنا قلناها في الأول اللي هي السياليك أسيد السياليك أسيد دي برضه إكزامبلز صورة من إكزامبلز بتاعت الـ various types of sugar ريبوز ديوكسي ريبوز جلوكونيك أسيد جلوكونيك أسيد جلوكوزامين هنا سايل جلوكوزامين جلوكوز 6 فوسفيت أند سوربيت 2 Identify physical and chemical properties of monosaccharides البروبرتيز دهيت يا اما الفيزيكال بروبرتيز دهيت بتاع المونوسكرايز او المونوسكرايز كونتين فري الدايت جروب مش شبكه مع حاجه فري الدايت جروب او كيتون جروب عشان كده اول مونوسكرايز ار سولفل ان ووتر بتدوب في الميه اول مونوسكرايز ار اوبتيكالي اكتف يعني بتعمل روتيشن للبلين بروبرتيز دايت ايزر تو ذا رايت او ذا ليفت اند كان بي اكزيست ان الفا اند بيتا فور اللي احنا كنا بنقول انومرز يا اما الفا يا اما بيتا دي فيزيكال بروبرتيز الكيميكال بروبرتيز طبعا برضو في حاجات كتير بس المونوسكرايز بتعمل حاجه اسمها ريدكشن للريجن تاني او الايجن تاني زي بتعمل ريدكشن لحاجه اسمها بينيديكت اللي هنلاقي هنا ان البوبه رقم 3 والبوبه رقم 4 حصل فيها رياكشن مع البينيديكت والشوجر وعمل راس بتحول الى اورنج كلر سيلف دايركت ليرنينج قلت لكم ان احنا نكتب على structure and function of common sugars and sugar derivatives of biological importance. Summary سريع and wrap up carbohydrate is polyhydroxyl diet of polyhydroxyl ketone. Monosaccharides are the simplest sugars formed of one sugar unit. Monosaccharides have many functions within the cell. First and foremost, monosaccharides are used to produce energy and store energy. Except for triosis, sugar exists primarily in cyclic conformation, cyclic form بتاع sugars. Monosaccharides are reducing sugar, can reduce benzoyl maltose. دي بعض questions اللي انتوا تجاوبوها. وتحاولوا تجاوبوا نفسكم في اللي انتم استفدتوا منه. السؤال الثاني choose the aldose sugar out of the following ايه الaldose sugar هنا في المجموعه دي؟ الفا دي جلوكوز اند بيتا دي جلوكوز are example of ABMRs, keto aldose isomers, animals, optical isomers. Galactose and the glucose are ABMRs, isomers, animals. Keto aldose isomers. Discussion and feedback to Allah online. هنعمل discussion ده ودي references وبشكركم وارجو ان نكون استفدنا من اول محاضره في الكربوهيدرات ونلتقي ان شاء الله على خير في محاضرات جايه. شكرا.